يا استاذ جبل من البحيره، أستاذ سامع، يا اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وأنت طيب. سعادتك يا باشا، وحضرتك بكل خير يا رب. وربنا يخلينا قناة الزراعة واللي في قناة الزراعة. سعادتك امين. يا باشا، أنا ثالث مرة دي نكلم سعادتك. إحنا عندنا قرية بتصرف الصرف بتاعها لمؤاخذة في الترعة اللي بنروم منها سعادتك. ايوه ماشي يا باشا. وقبل كده جه المهندس سعادتك، كلمت له المهندس محمود السعداني وشيعنا مهندس اسمه طارق الحداد، بس كده، وقال هنعمل محاضر للناس دي سعادتك. والوقتنا هذا ما فيش حاجه تحرك سعادتك. ايوه نروح فين؟ والطلعه دي بناكله منها يا باشا، وبنروم منين؟ زراعتنا لدرجه ميه صرف الصحي، ميه الشرب اللي احنا عليها بنشربها دلوقتي جايه لمؤاخذه، لحته شين لمؤاخذه، لحته لمؤاخذه مجاري بعيد عن الناس دي. اسمها ايه الناس المنطقه دي يا حاج دي جبل؟ ما حاج تعرفناش جبل، فين سعادتك. يعني ميه الشرب سعادتك اللي بنشربوها حاج جبل، على صرف صحي. حاج جبل، نعم يا باشا. اسمك جبل على طول كده؟ اسمي جابر عبد الغني محمد حسان يا باشا. جابر، جابر عبد الغني محمد حسان، طيب. من قريه 400 الخط الوسطاني، مركز كفر الدوار، محافظه البحيره. عينيا الاثنين، حالا كلموني الاستاذ الله احمد يخليك وكيل يا وزاره باشا. الري. الله يخدونا يا باشا. يعني من ناحيه لا مؤاخذه ميه الشرب، ومن ناحيه سعادتك الطرعه اللي الناس بيصرفوا منها المخسر في الصحه ديت. حاضر، بشكر حضرتك. العنوان قرية 400 عارف، انا عارف الوسطاني. قرية 400، احنا كنا موجودين عندكم من 10 ايام، عارف. حاضر يا حاج، بشكرك.